كنا تكلمنا قبل كده عن أهمية الخطاب الديني، وأنا هرجع وأقول إن إحنا مش متحركين في ده. الخطاب الديني الحقيقي، الإشكالية مش موجودة أبدا في عقيدة، الإشكالية ممكن تكون موجودة في فكر. الفكر ده يقدس بينا، هو ده اللي إحنا بنتكلم عليه. الخطاب الديني اللي نقصده اللي هو بيتناغم مع عصره. أنا بكلم هنا على أهل الدين والمسؤولين عنه. لازم نتوقف كثيرا الحقيقة، نتوقف كثيرا على الحالة اللي موجودة، وأنا اتكلمت في الموضوع ده مرة واتنين الحقيقة قبل كده. نتوقف كثيرا قدام الحالة اللي احنا موجودين فيها. مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالأمة دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق وللخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها. مش ممكن يكون الفكر ده، انا مش بقول الدين، انا بقول الفكر ده اللي تم تقديسه، نصوص وافكار تم تقديسها على مئات السنين واصبح الخروج عليها صعب قوي، لدرجة ان هي بتعادي الدنيا كلها، بتعادي الدنيا كلها. يعني الواحد وستة من عشرة مليار هيقتلوا الدنيا كلها اللي فيها سبعة مليار عشان يعيشوا هم؟ مش ممكن. الكلام ده أنا بقوله هنا في الأزهر، هنا أمام رجال وعلماء الدين. والله لأحاجيكم يوم القيامة أمام الله سبحانه وتعالى على اللي أنا بتكلم فيه ده دلوقتي. أنت مش ممكن تكون وانت جواه حاسس بيه، مش ممكن وانت جواه تكون حاسس بيه. لازم تخرج منه وتتفرج عليه وتقرب فكر مستنير حقيقي. ده انت محتاجين تتوقفوا بشدة، وانا بكلم بقول تاني احنا محتاجين ثورة دينية. فضيلة الامام، انتم مسؤولين امام الله، الدنيا كلها منتظرة منكم، الدنيا كلها منتظرة كلمتكم، لان الأمة دي بتمزق، الأمة دي بتدمر، الأمة دي بتضيع، وضيعها بإيدينا إحنا اللي بنضيعها.